الطبري عاشق انا وكل سنة ورد وياسمين ورد وياسمين اسمع المعطي لا بدا خويا ما نديرو شي عرس اللي نهزو في راسنا في الدر راسي حضرتيه ليا من نهار عرفتك الخطيه وانا اللور اللور انا لا غندير عليك جهدي وتصنتي نقول لك لا بدا من الغرامه ولاش يا لالا الفرانك زايده فينا وتنوض بركه من الهضره العوشه وسير جيب لي الدجاج راه كيشد اليد كيخسر الريشو في الماكينه الماكينة ديالاش اختي الماكينة هاتي يا لالا هاكا استهرس في طريقك هاكا استهرس القلباس واش من القلباس هاتي هذا اللي غنشرب اولي على الراجل غادي يخرج لي العقل والماكينة ديال الترياش يا هذا الراجل ديال الترياش قلت ياك وما لنا اختي حنا باقينا سيمانه نجيبو الدجاج غنقاو انا وياك عند لاجو اللهم ريشو ولا ضروري تتريشيني ها العار اختي دخلنا عليك بالله انا فروج وتريشت بين يديك ايوا والحلوة الحلوة قلتي الحلوة ايه ولاش اختي الحلوة دابا حنا نجيبو البنادم الزواقات نخسر انا فلوسي في الزواقات البنادم خاصو يعلف ويشبعها انا راه والله ما نخسر فلوسي في الزواقات والصفة هذيك الصفة راه حرقتها باقا هنا قلت نهار عرض علينا الحاج اي نهار عرض علينا الحاج صافي وسرت انا في الصفة هنينا ضرتني ياك تلي صبنتي لي سراولي هنينا المعطي حسن وعاد تلي صبنتي سراولي دابا نعرضو على عباد الله يصيروا يصبنوا في سراولهم نعود انا في الفم ايوا خويا باش باغي دير هاد العرس باش باغي دير باغي نديرو كلشي تدار اخويا غدير لي الشوها في الدرب المعطي راك شرفتي وهدرتي المعطي الشخصيات لي بحالنا ايه الشخصيات نعم راهم يديروا على الحلوى والعصير ايوا كي جيتك ايوا ويلي على الحلوى دوز نشربو كاس ديالها تيدوز قالتك الحلوى والعصير مزيان تبارك الله ودي برك شرب لك واحد الكاس تاع عصير من هذا الخاوي وقول لي قعدة هاد الحوالة لاش دار ولاش والبسطيلة لاش دارت وهاد الحمام اللي يطير في السما لاش دار الا ما تشوف في عرس بنتي انا والناس كالت وشربت على هاد القبال ما غادي ينفعنا في هاد القضيه الا تريتور شكون ها قلتي مال فمك تراجليك ما دارك الدرس يا ويلي تريتور اللي صوب الحلوى البساطل وشد الشوا شتك نسيبك هاع تا داك راه ماشي تريتور كاع داك راه سميتو الطاشرون ديال العراسات طاشروني ومالو ماشي طاشرون هادشي ما كانش بكري ما كانش انا عاقل من اللي بغيت ناخذك والله ما فتفك الفاتحه ايوا الحاج ابويا طرقبوك لصقوك ليا صحه ما فتشفك عبره ديال الزرع وثلاثه دجاجات كلا وما شميت الحاج حدك تما سيدي ماشي هذيك هي الخدمه الدار ديالك مش هذيك هي الخدمه ها جودي داك خصها تحط اش اش لاقي ليا الباش راه قالك هذا تصب الشتا واحد السلام عليكم وعليكم السلام اهلا اهلا الحاج شاطر معروف في البنكات والشنطيات شرفين تفضل اسيدي لا ما نساليش انت هو الطاشرون ديال العرس يا سيدي كاين شي ما نقضيو الدريه احنا فكيناها يا سيدي الله يجعل كلشي في بارك مسعود بارك الله فيك ورانا بغيتك تكلف ليا بالعرس ديال بنتي من اكلين وشراب على الراس والعين بارك الله فيك بارك الله فيك قول لي الحاج هو بغيت نسولك يعني شحال عندك ديال الناس الناس اللي معروفين الناس اللي غادي معروضين الشخصيات غادي نجيو شخصيات مهمين وغادي يجوني الناس من القبيله ومن الدقار العدد شحال نقول لك ما بين الدقار والشخصيات الا جمعنا 600 على 400 غتعطينا 350 واحد غادي نجيو نديرو 400 نديرو 400 ولكن ماشي في الطابله لا 400 في كل شيء الحاج 400 في المجموع سير واخا 400 ديال الناس الحاج تقريبا خصنا ليها شي 40 حولي كاين وداك الشيء نديرو 40 حول واخا نديرو 40 مزيان 40 حول وعندك اسيدي كتحتاج عاوتاني شي 40 ديال البسطيل المسم القاصح اللي دار في السكر دردر السكر هذا ها هي 40 ديال البسطيل 40 بسطيله مزيان وعندك اسيدي تقريبا نديرو لهم شي 40 طبسيل ديال الديسير حيد لي الطباسل خلي الطباسل للشخشيات والناس مالين الدقار والقبيله كيديو في الميكات ملي ساليو سير عليا وعندك اسيدي نديرو تقريبا شي برميل حتى البرميل ونص ديال العصير متنوع لاش العصير وانا عاوز على الموضه لا مزيان العصير الحاج ولا موضه ولا موضه
غادي نديرو، دير لي ستات البرامل ديال العشير. انا بغيت بنادم في العز ديال حاج شاطو يعوم بالبنان. مزيان بنادم يعوم بالبنان. مزيان، ها هما ستات البرامل. ايوا سيدي الحاج، حنا طلقنا دابا. ايوا كيخصنا ما كثرتي تحط في يدك، يلاه كتب عقلك. ايوا خصك فلوس. ايوا قول لي نخلصك اشبيش ولا بكشي. اللي كان يقضي الحاج، اللي كان واخا مزيان يقضي الحاج. مزيان، ما كاين حتى مشكل، ما كاين حتى مشكل. مول بشي والله يجازيك بخير. بغيت داك الشيء يحمر الوجه. لا كل عارض على ناس مهمين. شوف الحاج، هاني ودوز عندي اليوم مع السته باش تمشي تتاكد بعينيك من هذيك السرعه. ضروري نشوف الحواله. حتى مشكل، موعدنا ان شاء الله مع السته. بارك الله فيك. نسلم على مولين الدار. ايش مولين الدار؟ الحاجه بارك الله فيك. قول لي بسلامه. الله يجيك السلامه. ما تنساش ليا، بغيت في الاخر نفاجئهم بالبوكاديو. هما تيتابعني بالفريد. تبارك الله عليك. الله يعاون. الله يجيك السلامه. واخا شوف يا لالا، كان صحاب راسي محزن بمرأة، سعلي محزن ببوطة، عادك طلعي شي يصطحوا تيري تشطحي هاو تسخني وتزندي وتفرقعي ليهم. أمنوا الشطيح. وإحنا وصلنا الشطيح على المعطي. أنا قلت لك هاد البصرة ما تخدك حتى في مية ديال الناس. وما لي أختي أنا بيا جايين يشهدوا. طونسيو شي وحدة تجي وتجيب الدراري الصغار ولادها. أمنوا على العيل. أنا فهمتي ما كتجيبش مع العيل، أنا فهمتي كيجيبوا مع ولادهم وزيدوا للمعطي. راه ما يجي عندك غير اللي بغاك. يا لا لا، أنا ما عندي السبيطار، جايين يلقحوا. اللي عدا شي دري مضر تسد عليه تيدوز على فرح بنتي، وهذيك الساعه مرحبا بها هي وياه. هي باغي تجري على فاميتي المعيطي. اسمع نقول لك، فاميتي لا كتجي معاها، ماشي بحال فاميتك غير كدي. لا شوف سي بوجماعه، ما كاينش تخرشيش. وريني الشنطه. كاين موجوده. بقى الشنطه. سي الحاج يشوف. بسم الله. بسم الله. تفضل تفضل. اي هذا الشيء منزز. قول لي هادشي مدوكن ام دوغنا شي فين الطامبو؟ الطامبو كتاكلو العافيه سي. العافيه تحرك مع العافيه. شوف الحاج دابا انت الله يحميك، خليني انا غنكمل الماموريه ديالي. وديروا لي عطيتيهم العدد؟ كل شيء قلنا لهم 40 صافي غنزيد. ديروا 41 واحد ليكم نتوما. ها نتوما مخلصين. السلام عليكم. السلام الحاج. 41 انا وياك. 41 انت وياك. حسنا لي الضحك. السلام الحاج. الله يعاون. الله يعاون. سلام. غادي تكون ضريبه مزيانه. ما عندهاش من ضريبه الله يهديك. الراجل كني ما شتيه كون زعما تصحبك واش وتقول ما خرج منه واحد 5 مليون غير ب 66 كشيبه. شوف عندك انت تمشي دير ديك 40 خروف ديال بصح، دير 10 في التوجيه وما تبقى راك عارف. انا وياك 50-50. ولكني ما عرفتش شكون اللي غادي يجيب لنا هذا الشيء للدار دابا. ما عرفتش شكون انا والله الا وحدت. واش سي طاهر مول الهوندا راه في القهوه؟ لا هذاك باقي داير ديك الهوندا. شوف غادي نصيفطو لك مع 12 الله باش 12 يكون عندنا داك الشيء. 12 ان شاء الله غادي يكون عندنا. عول عليك الله يهنيك. السلام عليكم. الله يهنيك. طاهر طاهر كاين شي ما نقضي ولا؟ شوف طاهر كتعرف السي بوجماعة؟ كل بوجماعة. السي بوجماعة مول الفران. اي الله ودي شكون معاك؟ غادي تمشي عند الله يرضي عليك. بغيتك تاخذ لي من عنده غادي تاخذ شي خرفان وشي حوالات ما غتلقاهم شويه نوجدهم. اييه وغادي تديهم لي لواحد العريس. معاش الوقت ان شاء الله؟ تقريبا ديك وراه قلت لي 12 لا ربع تمشي عنده مع 11 سنتي. صافي صافي انا عولت عليك. باعون والله يعاونك. باعون سلام. تاجي لا دريسه ما قلتيش؟ لا دريسه تلفتيني. مالك صاحبي مالك؟ ايوا واخا بلاتي بلاتي. كتعرف المكتب ديالي يا قطار؟ اييه. ايوا مزيان. راه الزنقه اللي من وراه غادي تدخل لهذيك الزنقه على يدك اليسر تما غادي تلقى واحد العرس والهيلالات مول الهرج. عطيهم الامانه وسير بحالك. صافي صافي نعول عليك يا كطا. صافي يكون هاني ما كاينش نتا. بالسلامه الله يعاونك. قال
كنت قالب اش غندير؟ ها الجماعة جاية يا الحاجة. ها فاميتي واهل العبد خديجة خديجة صحة طلع ليا خديجة شي طاحتي غتقطعو حنا عام سلفين مرحبا كيديرو نص عام نتاعو مرحبا ها سيدي ما مرحبا والو علاش اخويا انا طالع ليا الدم هادشي اللي دايرين راه شوه هنا وشوه الفاميلا اه سيدي طلعت تقصر على الوماليا اصلح لي فيها والله لا طلعت مرحبا بك وليدي غير طلع والله عمر تاع عمي اللي دخلت علاش اسي عمر غادي نمشي نجيب لك المفاجاه ونجي يا سيدي انت ما تقطع معايا يلا ختمتي اه سيدي هادشي اللي داير مسوس وما عنده حتى معنى يا سيدي والله لا دخلت عمر الله لا طلعت عمر ابدا المعطي ستوب هذا ماشي شخصيه هذا الشايفون ديالي اش بغيتي الا سمحتي يا سي الحاج مالك شر داز اي عرفتو داز عطيني رزقي اش من رزق عندك المهم رضا وبغيت نخرجها من السبيطار وانا امك ما صابت تمرض حتى لهاد النهار انا بنتي باقا ما راحتش امك مرضت سي با لوجيك سير عليا في حال قاتك سير شو ماشي سير وين هذا لا منكر سير السلام عليكم. سلام. هذا خويا هو العرس ياك. اي هو هذا. الله يسلمك نزول خويا شي حوالا ما احوال اش 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 قلت لك؟ حوالا مشويين. سير يا سيدي رانا مزروب الله يرحمك باقي عندي فلوس اخرى. هذا اللي يهز الحوالا. اش انت سير تقول حوالا قلت لي ياك. ايه. عبد القادر. سحب خاطر في الماء. شي حوالا. جيب الدراري راه كاين شي لا خير. زيد زيدوا الدراري. ماكم ما كتعقلوش ماكم ديروا العراس تسلبوا. ريحة الشواء؟ لا 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 والله لا حوالة لا لا حوالة لا ما تفاتحوا تاتوا ما تلفتوا قوة مني لا تشي ما مفهومش لا 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 دارها يقد بيها أنا عرفتوا غير مشي عايديرها سيدي فرقوا لي الشوقة فرقوا لي الشوقة صافي بركة هالحاجة هالحاجة هاش كاين هالحاجة مالك 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 غادي تطيح غير اشنو كلشي الناس غادي يتعشاو هذا غير واقيلا وقعت لي شي مشكل غنمشيو نشوفو نحلو المشكل شوفو يلاه الحاج يلاه الحاجه طلع صالو الفوق لا تمشاش ليا بلا عشاء عطنا الحاجه ويلا راح سربي صافي انا تاعك انتوما الموسيقى اربعه دعم خويا تشهد الخير تشهد الحوالة رشيد اي الكتف اللي كلتي يمكن ما ندغتيش ها الخوض زيد كيجاك اخويا هذا زيد تبارك الله انا هو خاصو شوية البزار واش دابا خاصو شوية البزار واجنب دريكت بطاطا وخاصو البزار اما هو تبارك الله عليك راني تقهمت ياك اخويا بعيط الا خاصك شي حاجة اكتافي صافي تبارك الله بشير سير طلع لا سير غايجي في هوندا وحدي فين غايجي راني وصلت هنا راه زريبة دخلت هنا اسكت سير الله يعاونك الله يعاونك مرحبا أنا مرحبا فينا بقى مجرد ها هو سيدي فينا وريوني المجرد السلام عليكم القصر أسمعنا القصر وحدنا القصر عندك الله يديك فينا مالحوالة الله يديك الحاج قولي يا سيدي السلام عليكم قولي يا واش جاء شي حد جابك شي خرفان شوية جيب ديسير الحوالة قالك فينا وما قالك ديسير لا تي الحاج خليني نتفهم الله يديك من الغياث الآخر واش شي واحد جابك شي حوالة اليوم شوية فورما ديال لافوكا دوي اسيدي جابك شي حوالة مشمين شي واحد يوم اييه اييه كليناهم اخويا كليناهم باش من حق تاكل الخرفان الله يهديك الله يهديك الحاج من حق واش دابا غنبدا نتصوت في محالي كليناهم كليناهم الخرفان اسمع انت اما تجدك ها خاصك تعرف بلي انا الحاج شاطو خليني ندوي انا مع الحاج شراوطو انا اللي غندوي معاك اسمع الحاج شراوطو نقول لك السلام عليكم اختار مسيل الحاج شاطو
حساتو شخصية كبير ومعروف باين باين من إرهابي الآخر استقبل وجيك. برد برد الحاج العصام، قول يا سيدي علاش انت سيدي تقرب لهذوك الحوالة تاكلهم؟ واش ديولك؟ واش انت سيدي مضمونديهم؟ لا فلاش ما يتعاود كيفاش ما ولد خويا مالو؟ قال لي غنديرك مفاجأة. ايه جاوني شي حوالة انا مهبول ما ناكلهمش، نتوما هويعات طلعوا تفرجوا ولا سيروا الله يعاوننا ويعاونوا. لا ولد خوك هو اللي جاب الحوالة. ولد خوك ما صار حتى الخدمة، انتوما نحلف عليكم الا ما مكملين هاد العرس عبد الخبز واتاي. الحمد لله مجوعين عباد الله ما نملقين الاخرين. قول لي انا ندير تربة معلوم نديرك تربة معلوم سيدي خاسر سخون انت تاكل واش تربة اصي ايوا بديك الحوالة. وفيك الحميم انا جمعت لك على الزز. هالمفاجأة.